سيلتزم بإقرار السلسلة لأنها حق لمستحقيها من كل الفئات منذ أكثر من 10 سنوات. أما تأمين الإيرادات فهي مسؤولية الحكومة دون أن تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء كي لا تكون السلسلة استكمالاً لسياسة الإفقار، كما أن عدم التوصل لقانون انتخاب جديد هو بكل معنى الكلمة انتحار. ثالثاً، وفي مكافحة الفساد، فإن الكتلة تدعو الحكومة إلى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون الحق بالحصول على المعلومات الذي أقره المجلس النيابي وصدر تحت رقم 28 بتاريخ 10/2/2017، علما أنه يعمل به عند نشره بالجريدة الرسمية. وبالتالي يطلب من الحكومة فورا وبأقرب وقت ممكن عقد جلسة خاصة لإصدار مرسوم بتشكيل هذه الهيئة وإحالة كل الملفات المتعلقة بالفساد أو الشبهة إليها أو الشبهات إليها. والكتلة ترى قيام إطار قضائي في إطار الهيئة التي أشرنا إليها لتوقيع العقوبات الرادعة على كل أنواع الفساد وكل الإساءات المتصلة باستغلال السلطة أو التعسف في استخدامها، وعلى المجلس النيابي تلبية ما تتطلب الحاجة من تشريعات. رابعا، إن كتلة التنمية والتحرير توجه عناية واهتمام لبنان الرسمي والشعبي إلى المعلومات الواردة من أن إسرائيل تستغل الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية في مجلس وزرائها وفي الكنيسة لضم جزء من المنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة للبنان فيها. وكنا قد نبهنا مرارا وتكرارا لهذه الأطماع الإسرائيلية في مزارع شبع بحرية وأخرى، والمطلوب استنفار لبنان، كل لبنان بما فيه الحكومة والمجلس، للتصدي لهذه العدوانية الجديدة. شكرا يا أخوان.